I need her, I need him. السلام عليكم، عاملين يا رب كله بخير. جات لكم بفلوج جديد. عارف بقالي كتير ما عملتش فيديوهات خالص، بس كنت مشغول. وفلوج النهارده من احسن الفلوجات اللي انا هعملها. رايح الساحل، ترقبوا. طيب السؤال يجي هنا، انا هروح الساحل ازاي من غير عربيه؟ هستخدم ابلكيشن سويفت، ودي اول مره اجربه. خلينا نجربه مع بعض، يلا بينا. وقفنا في استراحة دلوقتي، عدى تقريبا ساعة وكم دقيقة كده، 10 دقايق كده، ونكمل طريقنا. ليكم معايا. تجربتي في ابلكيشن سوافل كانت لذيذه جدا. الكرسي ما كانش مريح قوي، ولكن عادي، اللي هو مش لا مريح جدا ولا وحش جدا. سوافل من الابلكيشنز اللي ممكن توصلك الساحل او اي حته بعيده بارخص الاسعار، واكيد هجربه تاني. كده اكون وصلت الساحل خلاص، والفندق قرايا اهو. خلينا ندخل عشان نعمل تشيك ان بسرعه. طب يا جماعه، انا كده وصلت الفندق خلاص، بس تعبان جدا وما نمتش بقالي كتير. هنام دلوقتي ونصحى عشان السبب الاكبر اللي انا جيت فيه الساحل النهارده. فجاه كبيره جدا، استنوا بقى. 2 hours later. وبكده كنت صحيت يا جماعه من المغفوه جميله جدا، عشان كنت تعبان من السفر قوي. دلوقتي حان وقت المفاجاه، بعيدا عن الاوضه المكركبه ورا دي. المفاجاه هي يا جماعه رايح حق ايه ده بتاع مقلوب، رايح حفله راس. يس، لو ما اعرفش راس يبقى انت بتسمعش راب يا ابني، يعني مش عارف اقول لك ايه صراحه، يعني مش فاهم انا. المهم يعني ما يعرفوش يا جماعه، ده رابر امريكي من اشهر الرابرز اللي موجودين في امريكا حاليا، والاول مره هيجي مصر، وانا الاول مره اشوف حياتي. يلا بينا عشان I'm so hyped. انا كده وصلت مكان الحفله، بس هم ايه، التنظيم عالي جدا بطريقه غير عاديه، وبوليس في كل حته، فهم منظمين الدنيا صح الصح. فدلوقتي المفروض ان احنا كلنا بنتجمع في باص بي. ما كانش بص، كان من الطريق ماشي بياخدنا للحفلة نفسها، فخليكم معانا. They talking reckless, I don't believe them, I think they bluff. They just
smoking one cloud. I'm just so popular. I'm just like, fuck, yeah. I been going hard on my Kobe number. Ain't shit, what's it gonna hit? But I signed up for greatness. Hands up, hands up. Young God when I ride. Not too many that can fuck with me. Never hung up on the bullshit. Why? I can't afford that type of luxury. How'd I get so faded? I need a favor from y'all. I need everyone out here to put the lights up on your phone. Please. Everyone in the back, join the party, put the lights up. I understand y'all away in the back, but put the lights up. Yeah. If you know this song, you gotta sing it loud as you can, please. رجعنا من الحفلة أنا ميت. السلام عليكم يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعاً بعد امبارح يوم الخطير بتاع الحفلة اللي راس موتنا فيه أساساً، أنا رجعت ميت تقريباً. أنا نمت في آخر الفيديو، نمت بجد بقى. لسه صاحي دلوقتي. دلوقتي هننزل نروح البحر. خليكم معايا. كده اكون رجعت من البيتش. خلاص البيتش يا جماعه هادي جدا، راحه تام. اللي عايز يروح الساحل ويرتاح بالمناظر بس ويريح دماغه كده يروح مارينا خمسة، وانا اوعده ان هو يرتاح غصب عنه. يعني لو مش عايز يرتاح يرتاح بالبيس والمناظر الجميله اللي هناك. وبكده اكون وصلنا لنهايه الفلوج النهارده. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون غطيت كل حاجه على قد ما اقدر. انا بيجيكم، اشوفكم في الفيديو الجاي.